بهدف تنشيط السياحة، أطلقت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية حملة للترويج لسياحة الفلك الأثرية بمعابد الأقصر وصعيد مصر، ودعت الجمعية إلى الاحتفال بتعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملكة حتشبسوت بغرب الأقصر في يوم 6 يناير وأيضا يوم 9 ديسمبر كل عام. ويأتي الاحتفال خلال هذين اليومين تجسيدا لانبثاق النور من الظلمة، وفي هذا اليوم يسقط شعاع الشمس على قدس أقداس معبد الملكة حتشبسوت بما يبرهن على التفرد الهندسي ويؤكد عبقرية المهندس المصري في تصميم المعبد الذي يعد من أجمل المعابد المصرية القديمة المنحوتة في الصخرة منذ نحو 3500 عام. ولفت خبراء إلى اهتمام المهندسين المصريين القدماء بتوجيه أغلب معابدهم المقدسة تجاه نقاط محددة للشروق تتوافق مع مناسبات دينية مهمة على مدار العام، ما يجعل البنايات المصرية القديمة تراثا فلكيا إنسانيا ومرجعية للدراسات الفلكية القديمة في العالم. وأكدوا أن تلك الظواهر تبرهن على تقدم القدماء المصريين في علوم الفلك واستفادتهم الكاملة بظواهره في حياتهم العامة، وأنهم كانوا يعرفون خصائص شروق الشمس وغروبها ومواقيتها ومواقعها وطول السنة الشمسية. وأكد خبراء على استخدام الأبحاث العلمية في هذا الشأن لتأسيس نمط سياحي جديد تحت مسمى سياحة الفلك الأثرية، وأوضحوا أهمية توظيف هذه الأحداث الفلكية للسياحة الثقافية في مصر والعمل لتسويق الحدث عالميا لجذب مزيد من السياح. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وآخر وقفتنا في هذا الصباح الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة، ونتكلم فيها عن ظاهرة فلكية وسياحية وأثرية أيضا مهمة بيحتفل بها عدد من السائحين والمصريين، هي ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري الغربي بمحافظة الأقصر. وهذه الظاهرة بتأتي بصورة سنوية في أجواء من البهجة والاحتفالات. في هذا الإطار أطلقت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية حملة للترويج لسياحة الفلك الأثري بمعابد الأقصر وصعيد مصر، ودعت للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس معبد الملكة حتشبسوت للاحتفال بعيد حتحور إله الحب والعطاء. هنتكلم أكتر عن هذه الظاهرة وإزاي نقدر نروج لها سياحيا وثقافيا أيضا بشكل كافي، واسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفنا على التليفون الأستاذ محمد علي مدير المتحف المصري بالتحرير. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد. على الرغم يمكن من مرور آلاف السنين على الحضارة الفرعونية، إلا أنه ما زالت هناك بعض الأسرار خصوصا في علم الفلك في مصر لم تكتشف حتى الآن بشكل كامل. عايزين من خلال حضرتك نتعرف أكتر على هذه الأسرار التي لم تكتشف من خلال الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس. زي ما انت عارف حضرتك ان اجدادنا الفراعنة برعوا في كل المجالات، في العلم، في الفلك، في الطب، في كل المجالات يعني الفنية، كله صحيح. فمن ضمن هذه المجالات طبعا برعوا في الناحية الفلكية، وطبعا زي ما احنا عارفين يعني رصدوا كل حاجة بدقة جدا جدا جدا. وبعض الناس اللي بيقولوا ربما تكون الحاجات دي بالصدفة، لا، الحاجات دي انا بأكد لك ان هي حاجات مدروسة تماما. يعني الفراعنة ما كانوش بيعملوا حاجة في حياتهم أبدا إلا ما كان ليها يعني دراسة دقيقة. صحيح، ما كانش في شيء عشوائي يعني بيتم أبدا. ما فيش حاجة عشوائية خالص عندهم أو حاجة بالصدفة. الفراعنة من خلال دراستنا الطويلة لتاريخ الفراعنة وحضارة الفراعنة شفنا من خلالها إن الفراعنة كانوا بيخطوا كل خطوة بحساب، يعني مش حاجة بيعملوها غير لما تكون محسوبة عندهم. صحيح. وطبعا برعوا جدا زي ما انت حضرتك تفضلت وقلت في الناحية الفلكية وحسبوا كل حاجة. يعني شوف النهاردة بتتعامد الشمس، يعني الجمعية رصدت في السنوات اللي فاتت دي كلها
شروق الشمس النهارده على قدس اقداس معبد الدير البحري في معبد الملك حتشبسوت اللي هو بيقع في البر الغربي في الاقصر والمنحوت في الصخر، يعني تدخل الشمس كده ما فيش حاجه اسمها. طبعا دي لازم تكون حاجه مدروسه جدا ورصد العلماء والباحثين الموضوع ده من سنين طويله، ووجدنا زي ما حضرتك عارف يعني يمكن مش هي دي بس، ما عندنا مثلا في معبد ابو سمبل في معابد كتير على فكره يعني حسبوا الفراعنه الناحيه الفلكيه دي وبتشرق الشمس عندهم في قدس الاقداس. صحيح، وده بياكد ان هي مش بالمصادفه كم الاماكن والمعابد وحتى الاهرام اللي بيتم فيها دخول الشمس في اوقات معينه في يوم محدد في ساعه محدده، ده دليل كبير على ان الموضوع ما كانش عشوائي لانه كان مدروس بشكل كبير. طيب استاذ محمد، هذا النمط السياحي والاحتفالي ازاي نقدر نروج له بشكل سياحي جديد، وخصوصا ان الدوله ووزاره السياحه في السنين الاخيره دايما بتحاول وفي جهود دايمه لايجاد انواع جديده من السياحه ومقاصد سياحيه جديده، ازاي نقدر نستغل هذا الحدث السنوي لجذب المزيد من السياح؟ طبعا زي ما حضرتك عارف ان العالم كله يعني بيحاول بيشوف اسرار الفراعنه، مش احنا بس، كل الدنيا عايزه تشوف الفراعنه دول كانوا ازاي، يعني في ناس لحد دلوقتي ما بتصدقش ان الفراعنه توصلوا الى هذا العلم الكبير في شتى المجالات. صحيح. فبالطبع احنا المفروض نستغل مثل هذه الاشياء ونروج لها سياحيا، وحقيقه ان يعني بعض الاجهزه الدوله يعني بتحاول، لكن طبعا انت عارف ان احنا يعني عندنا دلوقتي لسه قصور في الناحيه السياحيه، عندنا طبعا يعني ما كانش يعني مثلا مش الملايين اللي بتروح لبلاد تانية، احنا اللي ما عندهمش جزء صغير من الحاجات اللي عندنا، احنا المفروض نروج لهذه الاشياء وبالذات الناحيه العلميه، يعني زي الناحيه الفلكيه دي هم بيحبوا كده جدا وبيحبوا الناحيه العلميه، فاحنا المفروض نستغل الاحداث دي اكثر واكثر ونروج لها عشان يعني العالم كله ينبهر بان الفراعنه والحاجات اللي عملوها دي. تخيل ان ظاهره زي دي بتعجب جدا يعني مثلا علماء كمان مش ناس عاديين، بتعجب علماء جدا حول العالم لما يشوفوا ان الحاجات دي درسها الفراعنه من الاف السنين، وكل سنه في مثل هذا الوقت بتتعامد الشمس وبتدخل قدس الاقداس. تخيل ان هم بينبهروا بمثل هذه الاشياء. تمام. طيب لو رجعنا كلمنا ثاني عن معبد حتشبسوت استاذ محمد، نتكلم اكتر عن هذا المعبد واهميته السياحيه والثقافيه. طبعا ده معبد الدير البحري، معبد الملك حتشبسوت، احنا عارفين ان الملك حتشبسوت من الملكات اللي اشتهروا في مصر القديمه، يعني حكمت 20 سنة أو يزيد. طبعا كانت يعني علاقتها بجيرانها كان في وقتها كانت مصر في رخاء، حكمت في الأسرة 18 في الدولة الحديثة، يعني ما يقرب من 1400 سنة قبل الميلاد. طبعا يعني كانت فترة تقدم فعلا في شتى المجالات، وإحنا عارفين أن الملكة حتشبسوت كان لها باع طويل في الناحية التجارية والناحية ناحيه الاتصال بالعالم الخارجي ورحلاتها الى بلاد بونتو الصومال وجنوب افريقيا وما الى ذلك، وكانت لها علاقات قويه جدا تجاريه ببلاد افريقيا، ويمكن من اكثر الفراعنه اللي كانوا مهتمين بافريقيا، وكانت مصر تربطها علاقات قويه جدا ببلدان افريقيا حيث انها شعرت ان مصر جزء من هذه البلاد فبدات تتصل، وكان هناك يعني اتصال كبير بينها وبين الأفارقة. طبعا عصرها كان تقدم في شتى المجالات زي ما قلت لحضرتك، ومن ناحية العمارة طبعا بالطبع ان كان متقدم جدا، فالمهندس والفلك الكبير سينموت او سينموت ده كان الوزير بتاعها او المهندس او كان يعني المحبوب لديها جدا، وكان هو اللي قام بتصميم معبد الدير البحري في الصخر زي ما احنا عارفين، يعني معبد كبير جدا، يعني ده يدل على الإعجاز اللي عملوه الفراعنة. أنت حضرتك تخيل أنك لو زرت المعبد وتشوف النحت في الصخر للكم الكبير ده كله، ياخد وقت طويل طبعا، ياخد مجهود طويل، شوف في هذا الوقت المبكر من الزمن حقيقة، يعني أنت لما تبص تفتخر أن أجدادك الفراعنة عملوا مثل هذه أو بنوا مثل هذه الأشياء. فعلا العالم كله دلوقتي ما يعرفش يعمل حاجة زي كده بالطبع،
لكن معبد الدير البحري من المعابد الكبيرة جدا، من المعابد المشهورة على فكرة العالم كله. أنا كنت في أمريكا كلهم قالوا لي إحنا زرنا معبد الدير البحري هناك، حتى الدارسين حتى الناس العاديين. يعني طبعا كان سينموت محظوظ أني عمل المعبد بالتصميم الجميل بتاعه زي ما انت شفت البهو والأعمدة، وطبعا نقش للملكة حتشبسوت على الجدران ولادتها الإلهية كمان أن هي ابنة الآلهة وأن الإله بالتأكيد شيء عظيم وعمل يعني معماري خالد. الحاجات اللي كانوا بيحبوها الفراعنة دي حقيقة يعني نقوشه جميلة جدا 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 يعني، وألوانه، والزائر ليه يشوف فعلا يتعرف على العمارة عند الفراعنة. طيب في النهاية أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض وهذه المعلومات الشيقة الدكتور الأستاذ محمد علي مدير المتحف المصري بالتحرير، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنقطة ختام حلقة النهاردة من هذا الصباح، بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بكل محتواها، ولكن غدا إن شاء الله بيتجدد اللقاء مع حلقة جديدة وأسرة عمل جديدة. إلى اللقاء.